الشياطين ما عندهم شغل، ما عندهم عمل، وقعوا هم في المشكلة التي أوجدوها لذواتهم، يردون يجرون كلنا إلى نفس المشكلة. شايف واحد إذا يبتلى بمشكلة أحيانا يحاول جر الآخرين إلى هاي المشكلة؟ الشيطان هو وقع، هو سقط في الامتحان، حلف بعزتك لأغوينهم أجمعين، كلهم، كل بني آدم واحد واحد أجرهم إلى النار. طائف يطوف يطوف يمشي، يجي إلى هذا القلب يقذف فيه الشر. إحنا كنا قاعدين ماكو فكر، وإذا بالفكرة الخبيثة تأتي للفرد وتجره إلى الحرام والعياذ بالله. وفي الأحاديث الكريمة لمتان في قلوب كل واحد منا، مجموعة من الملائكة تقول لك الخير، ومجموعة من الشياطين تقول لك الشر. يقذف الفكر الخبيث في قلوبنا، ما هو المانع؟ الفكر بداية الحركة، إذا واحد فكر تفكر خبيث ينجر إلى العمل الخبيث. المانع إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. التذكر هو المانع.